مسلسل ممالك النار يثير غضب تركيا. المسلسل الذي يعتبر أكبر إنتاج عربي يروي الاحتلال العثماني لمصر وقصة آخر سلاطين المماليك تومان باي الذي حاول تصدي للمحتلين بقيادة السلطان العثماني سليم الأول. الحلقة الأولى من المسلسل عرضت جزءا من سيرة محمد الفاتح الذي اعتلى عرش السلطنة العثمانية بعدما قتل إخوته ومن بينهم أخيه الرضيع. الأتراك اتهموا المسلسل تشويه امبراطوريتهم البائدة، لكن المؤرخين الأتراك لا ينكرون هذه الجرائم، خصوصا قتل السلاطين العثمانيين لأشقائهم. يالز bunu Bursa'ya naklederken yolda öldürdü. Halbuki bunu ilk yapan Fatih'tir. Fatih iktidara geldiği zaman süt çocuğu bir kardeşi vardı Şehzade Hanım. Bakın çocuk öldürmeyi kınar herkes. Halbuki çocuk daha tehlikelidir. Neden söyleyeceğim size? Çünkü çocuk padişahlık yapamaz. Fatih 19 yaşındaki padişi devirir. Bir ihtilalle öldürürsen kundaktaki çocuk padişahlık yapamaz. Ona niyabeten paşalardan biri yapar. مسلسل ممالك النار يروي التاريخ الحقيقي للدولة العثمانية والجرائم التي ارتكبتها في الدول العربية، ويكشف أن وجودها في المنطقة احتلالا وليس فتحا كما زعم أتباع تركيا لعقود. الفتح هو يدمج الإقليم في دولة أم ويمنح أهل الإقليم نفس حقوق أهل الدولة الأم ويأخذ ويعطي، أما الاحتلال فهو يأخذ ولا يعطي، هو أنت بالنسبة له مجرد موقع استراتيجي وثروات وكفى. وده كان الوضع مع الدولة العثمانية. كانت الدولة العثمانية بالنسبة لها مصر هي مصدر للخزانة الإرسالية التي تحمل للباشا، هل كانت تعطي؟ هل كانت توجد رعاية أو بنية تحتية؟ لم يحدث هذا في العصر العثماني، كان كل الاهتمام بالمال والمواقع، هذا سلوك احتلالي.